لا إله إلا الله، لا إله رسول الله. أوراد يوم الخميس يا صوفيين ثلاثة، قولوا ما شاء الله، قول ما شاء الله، صل على، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. زين خليك صوفي واعطيك اياه. ليش انا مريال؟ شوف الله اكبر، دولة الكويت مستقلة 1961، سيد يوسف الرفاعي مؤسسينا ونحن في تكيته وزير والنائب والشيخ الطريق الرفاع سوي ثلاثة اوراد يا رفيع الف، سبحان الله العظيم وبحمده الف. بعد قول يا شيخ المنوفية الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم العليم. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، فشدوا معاي ثلاثة أوراد يا رفيع، سبحان الله العظيم وبحمده الحكيم العليم الحكيم. في ناس مسكوها، يقول لي أبو حامد الغزالي كان والد بدرسه يقول مصورية، يقول لي أبو حامد الغزالي يقول هذه الأوراد هي سبب بصوري، يقول الفتوح والمنوح حصل معي بذكر أسماء الله الحسنى. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يا رفيع يا رفيع يا رفيع، اعتماد عليك يا شيخ المنوفية يا أستاذ، يا انت الوحيد اللي جاني بذكر الله. رفيع يا رفيع يا رفيع يا رفيع، يا رفيع. ليش انت ما تستعمل الذكر؟ سبحان الله ابو ياسين اللي طلع بالبرد الحوت نبي بتسبيح. أيوة مدد مدد مش هيوصلنا لك تسبيح. أيوة والله يا رفع سبحتك يا رفيع يا رفيع يا رفيع يا رفيع يا رفيع يا رفيع. الوالد كان يقول ابو يعقوب الرفاعي يقول ذكر الله ببلاش والصلاة على النبي ليس بالمال. الذكر غالي يا سيد. قرآن 24 ساعة تقرأ قرآن، ما شاء الله عليك جزاوي.